تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سف باننا كلنا كنتمناو الحضور الجماهيري، ولكن اكيد بانه الوباء اللعين طارد الجميع، وبالتالي اكيد بانه الشروط الاحترازيه بطبيعه الحال هي تكون لا يعلو عليها اي شيء، لانه السلامه الصحيه سواء ديال الجماهير سواء ديال اللاعبين سواء ديال المحيطين بارضيه الميدان، وبالتالي فالسلامه الصحيه فوق كل الاعتبار. وبالتالي كيف ما قلت بانه هذه جائحه تغب المغربي يبني على جماعه المفاعل، كاين هناك تسلل بالفعل، كاين هناك تسلل في هذه المحاوله الاخيره، التسلل الاخيره كما قلت بان في خط وسط الميدان محاوله البناء هجوم للمنتخب المغربي، والحكم كيقول ضربه خطا في هذه المحاوله الاخيره. اذا ضربه خطا في هذه المحاوله، نكون موفقين في هذه المحاوله. زيدان ممتاز هذه المحاوله، لوزا عمران هو اللي كان وراء هذه المحاوله الثنائيه اشرف حكيمي، ممتازه كانت ممتازه، ولكن كاين تكتل دفاعي كبير ما خلاش ديال اللاعب عمران لوزا كانت في اتجاه المرمى بشكل مباشر، وحتى ارتطابها احد لاعبيها للتسجيل. الكره كانت عاليه ولكن غادي تكون سهله، حارس جيد الحارس جوناس مندي الحل في مثل هذه المواجهات. اشرف حكيمي يسدد، ممتازه تسديده تستحق التصفيق، وبالتالي هادو من بين الامور التي ناملها من كبير وراء الان ايوب الكعبي، ومحاوله كانت جميله للمنتخب المغربي لاعب اتاي سبور التركي ايوب الكعبي كان في المغاربه. نتابع هذه المحاولة، اي 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 كانت خطيرة، ولكن كان هناك تسلل. مرة أخرى محاولة المرور ممتازة، ولكن هذه فرصة جميلة جدا، اي 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 هذه فرصة جميلة بالنسبة للمنتخب المغربي من خلال الفردية، كذلك يمكن تكون حلول تسديدة، ولكن مرت شيئا ما عالية هادفة عن المنتخب الغيني. أشرف حكيمي يا سلام، أشرف حكيمي يسجل، المعلم يبقى معلم. أشرف حكيمي تسجل في مثل هذه المباراة، نتابع والهدف الثاني، هدف الثاني بالنسبة للمنتخب المغربي. أحسن سيناريو وأشد المتفائلين سيتخيلون مثل هذا السيناريو، أن المنتخب المغربي يسجل في نصف الجولة أي في حدود دقيقة 30. دائما الباحث لاعب الكوكا، الآن محاولة التسديد وتمر جانبا في اتجاه لاعب إلياس شاعر، إلياس شاعر بالرجل اليسرى، هدف ممتاز بطريقة اللاعبين الكبار، هدف رائع، هدف يمكن أقول بأنه جميل جدا، هدف بطريقة اللاعبين الكبار. ممتازة، هدف جميل جدا، أيوب الكعبي يجيب ويسجل هدف ولا أروع، ضربة من قصية. المنتخب المغربي اليوم يمكن أقول عنده توفيق كبير في تسجيل الأهداف، وبالتالي المنتخب